بكم مشاهدينا من جديد بالجزء الثاني من حلقة برنامج اليوم، برنامج مساء الخير لليوم. مرحبا بكم معنا من جديد، وفقراتنا لا تزال متواصلة. عندنا فقرة حكاية إنسان اللي هي نبدؤها بعد شوية، غير سابق ذاك عندنا شوية أحمد عندنا ثقافية. عندنا أخبار ثقافية اللي هي نخلوكم معها ونرجع لكم بعدها إن شاء الله. نظم اتحاد الملتقى الثقافي والفني بمدينة أسا جنوبي المغرب ندوة فكرية حول الثقافة الشعبية عند أهل الصحراء، وخصوصا أنماط الترويح في الثقافة الحسانية وأبعادها ومقاصدها، تحت شعار الثقافة الحسانية والثقافة الأمازيغية في خدمة الوحدة الوطنية. وتطرقت الندوة إلى العديد من أنماط الترويح والتفريج عن النفس لدى المجتمع الحساني من خلال الألعاب وأنواع الفرجة التي كانوا يمارسونها في حياتهم اليومية، مثل ألعاب غامت وكرور واللعب بالدمى. وحضر الندوة وفد موريتاني ثقافي وفني وإعلامي ضم كل من مدير دار السينمائيين الموريتانيين عبد الرحمن الأحمد سالم، والدكتور المحاضر مدير المركز الجامعي للدراسات الصحراوية بأطار أحمد مولود أيد الهلال، والإعلامي المختص بالشؤون الثقافية المختار محمد يحيى. أصدرت دار الكتابية التابعة لهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بطاقات إلكترونية مرتبطة بتطبيقات تعمل على الأجهزة اللوحية والمحمولة، يمكن تحمل أكثر من 150 كتابا عليها، وذلك بالتزامن مع الدورة 25 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. وتم إطلاق تطبيق يتضمن 3 بطاقات ذكية لإصدار الهيئة، واحدة لمشروع كلمة للترجمة، حيث سيكون متاحا لصاحب البطاقة تصفح 72 كتابا من إصداراته، والبطاقة الثانية لسلسلة رواد المشرق العربي تتيح لحاملها تصفح أكثر من 40 كتابا من هذه السلسلة. أما البطاقة الثالثة فهي لسلسلة عيون النثر العربي القديم، وتضم نحو 45 كتابا من هذه الإصدارات، وهما سلسلتان تصدران عن دار الكتاب في الهيئة. وقال المدير التنفيذي لدار الكتب في الهيئة جمعة القبيسي إن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الهيئة بمواكبة أحدث التطورات الإلكترونية في مجال النشر، التي من شأنها أن تساهم في وصول الكتاب لأكبر شريحة ممكنة من القراء. وتعتبر الهيئة هذا التطبيق خطوة أولى للانطلاق في عالم النشر الرقمي، حيث تقول الشركة إنها ستعمل على تحسين وتطوير البرمجيات بشكل مستمر بإضافة تقنيات صوتية أو بصرية أو غيرها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة حكاية إنسان، وضيفنا في هذه الفقرة اليوم هو أصلا من رواد صفحتنا على الفيسبوك، ودائما هم اللي كنتوا تمشوا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. عنا نستضافه لكم علي الشيخ أبو مدين، رئيس اتحاد الفيسبوكيين. مرحبا بك معنا في مساء الخير. أهلا بك. لتصحيحات، أنا عميد اتحاد الفيسبوكيين. طيب، عميد اتحاد الفيسبوكيين. احنا عندنا عميد وعندنا رئيس. عندكم رئيس وانت هو العميد. طيب. سابقا نبدأ معك في أخبار اتحاد الفيسبوكيين، نختيرك تعرف المشاهدين على من هو علي الشيخ. الشيخ شاب موريتاني من عالم قبل عالم افتراضي، من خلال عالم افتراضي قد يوصل صوته وصوت الناس اللي حاسنا عنها، ما عندها طريقة توصل صوته، ومن خلال عالم افتراضي قد أنا وصل صوتي. وكما قلت لك عني بعض الشاب، عندي قد سنة قلت لك والله ما لا والله لا يعني عندي 27 سنة الحمد لله وما شاء الله 27 سنة من قد مستوى الدراسة، عندي ديسانس في المحاسبة. طيب الاتحاد الفيسبوكيين اش تم اثنين طالب عن افتح؟ والله نقول لك انا اصلا كنت صفحتي في الفيسبوك شتي مولي زميلتي دائما نتكلم عن الناس اللي مهمشين، ودائما عندي فكره عن عند الجمعيه ولا الاتحاد ولا شيء نتكلم عنهم. وحاجه عندك ساعه هو تشين دائما تبع الفيسبوك، تم اول مجموعه كسرت الفيسبوك مجموعه استقاصه حطوك اللي تابع البرنامج زايد، يعني البرنامج زايد انا كنت متابعين وكنت دائما اكتب، وفي مجموعه دائما اكتب عليها بعض من حالات انسانيه نجبرهم شيء كيفتو، بدات تميت لا بعد كنت مواصل فيك، لان قبت ورا ذاك تميت مره برنامج زايد نجبرت
سمعت واحد من الزملاء التلفوني عنده بعض الفيديوهات من ديك الساعه زمن الكوفه هون من دوك المياه اللي جاو الكوفه وجيتو بعض عندك فيديوهات ومونتيتهم درت على اليوتيوب وفيسبوك فهمت الفكره عندي تبلور لا يوم ولا يوم عندي عند الجمعيه يعني انا كنت مشكلتي لا بالتالي دخلت في الميدان كبار كبار بخلال الشباب عندهم تنسيق بيناتهم سمعوا رسم شباب يقاتلوا وتمشي معهم عقب الدوري المسؤولي عليهم يعني دخلت انا في ذاك المجال ونعرفه وتعبت الفكره واضحه لي بيني كنت داخلها ما عندك اي درايه ولا قد تخش فيها لابد من بعد تحاول انك تاخذ المحيط اللي هو تحاول انك تخش فيه انك تفهم السيركل كامل. وفي النص مشيت انا عنهم هما وعدلت انا فكره الاتحاد، فكره الاتحاد كان عندي فكره يعني مشكلتي ما عندي مده ماشيه معي في الفكره. تميت ولكن جاني احد الزملاء اتصل بي مرحبا لي من المنبر ورئيس دوري الاتحاد فيسبوكيين وجاني وقال لي وهو اعتبره اب روحي الاتحاد. لانه فكرته وفكرته متماشين بشاني وهو تقريبا هو ناس معينه هو نسقه فهمت قبل جاني وجاب لي اسم قال لي معناك انت فيسبوك انا نسمو اتحاد فيسبوك نص المظلوم فهمت قلت له اوكي هو ناس معينه هو نسقه من عقب هاك بدا الناس طلع يعيط للشباب هو برسك شهر تقريبا نحن عاد نتحضروا لهذا الاتحاد فهمت وفي النص عدنا مؤتمر تأسيسي في المتحف الوطني انا قاعد على الامور هناك ساعه. ما جيت وما بقرب بقى متاسفه من المنبر. وبدينا نصير نفهم شغلتنا نشاطنا فهمت بدينا نصير نفهم نجيبوا الحالات نكتبوا عنهم فهم جانب مولي ثقافي فهمت عنا فهم بعض مجالات بعض الانشطه الثقافيه نتكلموا عنها فهمت فهم جانب اخر نتكلم عن كيف اخبار الوحده الوطنيه. ما عندنا شطاء عندنا جانبين جانب خيري وجانب هذا الذكرى اللي بتد بها الاتحاد مثلا الاتحاد صار بدا يشتغل عنده صيت عنده جمهور ويوم ورا يوم الحمد لله اذا انكم انتم تعدلوا عدتوا تعدلوا العمل الانساني الله تعدلوه انتم ك ك ك ك وسيط والله والله والله, والله انتم مروسكم كفاعلين فيه تعاون احنا اول خطوه بدينا فيها كنت خلاك عني انا هم بعض الجمعيات اللي نجيهم ما قد تكلم معك من دون ترخيص فهمت بدنا احنا نجاوبوا نوقع حل على الترخيص فهمت ياك الزمن الاتحاد في واحد يمشوا عنه جاوا واحدين اخرين وجاوا واحدين ثاني من براسهم بعد قاعد يدوه البنيو قلت له هذا رئيس الشرعي للاتحاد قام يدوه مبادره منه هو يسعى في خدمه انه يعدل لنا ترخيص ويعدل لنا اجراءاته كامله فهمت الاولى كامل ما عندنا خاصه حكم بدون نقول عنه فوق فهم بدنا نشتغل نحن نحن دورنا شنو ك ك ك نجبر حاله انسانيه نقبلوا نعرضوها لهذا وسائل الاعلام كيف الاذاعات كيف عندنا علاقه مع بعض الاذاعات نجوا عدوا حلقه من اجل دعم هذه الحاله الانسانيه نتكلموا عنها من فهم عدلوا فيديو ونموتوا فهمت مونتو احنا عند معايا شباب مونتو هي معنا واحد يقرا معايا مونتو فيديو نفوت مونتو نديروا على اليوتيوب فهمت عندنا قد بعد عندنا استخدام الواتساب عندنا مودي نشروه على الواتساب. طيب قلت تكلمنا عن شنو الحالات الانسانيه اللي بتو والله تعالج كيف فلتوا بها؟ والله نقول لك شتي براسي حاله انسانيه قد جبرت انا واثرت لي زمن فتره من الزمن مأثرة لي حاله قد ساعة تميت قاعد ينتفن لي واحد وقال لي انا عنده مرة اللي هي عندي يشير قال انا فارق لها الدم فهمت وانا بين الحياة والموت. عنها؟ فارق لها الدم. فارق لها الدم فهمت وانا بدور حد يساعده. وجيت ونجيت وراي الدم انا دمي انا وهي فصلتنا ما هي واحدة. فهمت وبدينا ذاك واحد الوقت ما هو عندنا لانك هي بين الحياة والموت عندك لا تسعف تجيب ذاك الدم. فهمت اتصلت انا بعض من الشباب وجاو فهمت و اتصلت فيهم عن طريق فيسبوك ولا؟ احنا عندي شترك فر عند القاهرة. كامل منتسبين لهذا فر عند القاهرة نجار يوميا يعني كحكم عندنا قرفة فاتحين الفيسبوك ردوا لي اخبارنا كامل ما يشوف احد دردش نشوفوا الالحان بيننا خاصة فهمت وديرت فهمت الشباب وجينا هون في طابل كبير بروك هون طابل كبير وعدنا بعد اعطاوا الدم جابوا الدم هم بعض الشباب دم الكافي فهمت مثل اللي نتواصل معاهم والحمد لله بعد الحمد لله هذا كامل ولحد الساعه مازال نتواصل معاهم لان احنا اي حاله جبناها ما خلوها كذا انتم متواصلوا معنا الزمن كامل ذم حالات اخرى نجبروهم قريبا يا براس حاله قد جبناها والله من ضرر كانكم جبرتوا سن التمويل المادي لدعم بعض هذه الحالات اللي تجبر تمويل ما كامل ده مجهود نحن الخاص لان احنا الحمد لله نفتحوا
الشعب المتعه الشعب مازال فيه الكرم، مازال فيه ياسمين ياسمين شنو تفتح من بعد التبرع يجيك ناس تبرع على كامل. هو اللي مسؤول انا عن كانكم قط صبرتوا طبعا عشان كان تمويل قد الدول قد تبرع. نعم مشروع تبرع حتى ما شاء الله والله. هو المجتمع المدني يدعمه دائما المانحين والمولين، ما تدعمه الحكومات والله. تدعمه دائما المانحين ورجال الاعمال والناس اللي تصدق والناس اللي تزكي والله. الناس اللي تفكر دائما خارج حاله خارج مشكله واحده داخل منها مشكله. انا في بعض الحالات ينجم يهرم يباو حد يصورهم يباو حد يتكلم عنهم. فهمت عند حاله يبا حد يصورهم الله حد يتكلم عنهم. التصوير مو ضروري تتكلم عنهم مثلا التصوير ما يخرج تصور ولا صوره ولا فيديو ويباهم اللي مش معاك شرعيه اي جهه اعلاميه ولا اي شيء عندك. لا حاول تساعدهم طريقة ما تخسر فين انت نعرف نساعدهم بطريقة كي قال لك يطرح مشكلة انك انت هي الانسان اللي لا يتقبل قانيت عندك حالة مالية وهي تعرف دائما بعض المشاكل بها حالة وجبرناها مع واحدة جات هي عندها مشكلة تصفي. فهمت انت تنجيها وتريد تتكلم مع الشباب قالت لهم عنها انا ما تقدر تخاف وسائل لا وهي طبعا مشكله مطروحه لانك انت احنا عندنا ارشيف. وشو وصيتوا مع هذه الحاله اللي ما بيت؟ تعاطف احنا معها وتعاون احنا معها بطريقه خاصه. تعاونتوا معها بطريقه خاصه لان احنا حد الساعه هم بعض الاشخاص اتصلوا فيا خصوصا عندي حلقه عندي في التلفزيون الوطنيه. هم بعض الاشخاص اتصلوا من انغولا وزارتهم اتصلوا معهم عن طريق واتساب وقالوا لي على فكره ما كانت عندي يعني هم لا هي حاولوا هما يعدوا المكتب في انغولا قلت كيف جمع التبرعات والسكه والى اخره وحاولوا الطريقه يوصلوها بهم تجاهها وعمل كيف مكتب عود ممثل للاتحاد الفيسبوكي وذيك الطريقه لحد الساعه تواصل معهم بها قالوا الشباب انا عرفتهم لهم خلال البرنامج خلال برنامج ذيك هو اللي عرفتهم بها وتنجابر معهم على طريق واتساب ويتكلم معهم ما شاء الله يوميا لحد الساعه مازلنا ماشيين في الطريقه. طيب شنو هي الاهداف المستقبليه اللي عندكم وشنو ابرز العراقيل اللي واجهتك خلال اهدافنا عندنا حق وياسر امنيات عندنا اولا بعد كاع نودوا جمعيه عندنا ودو اكبر جمعيه موجوده في موريتانيا بصفه عامه وعندنا حق وياسر من اكبر جمعيه خيريه بعد كاع اهدافنا ابرز المشاكل طبعا فهم ياسر المشاكل نقدر نقول لك منى لانك شفتوا احنا قتلات هم بعض اولا اول بدات نشأت الاتحاد ما فهمنا ماده تعطيك تكيزات تعاون معك معنويا فهمت نجي الماده تقول لك بعض الجمعيات ينجم يقولون احنا فيسبوك ما اعترفهم بفيسبوك شك يعني ولا عن الناس تستخدموا ولا تشاتي والشيء كيف تمارهم شك يعني يستخدموا في جانب ثاني مولي محيطك انت اهلك وناسك قلت الواحد في ما هو مهم بلا قيمه لان الناس قالت عنده ذكرى حد عند الوالد قيمته منها كيف جاب من مقابل عنده مجبر من المقابل مادي عندك انت عند الوالد من دون اي مادي اي بي مجهود مادي والله يجد ما لنا فاصله ما لك تعدل اي روايه لا دون عندك في المتاهه ثقافه الاعمال التطوعيه مثلا عندنا قليله من رايك انك انت الشباب اللي السين معك الاتحاد اللي كانكم مازالت كان مازالت نفس المجموعه والله خليك فهم سوء تفاهم شفت انا نجاوبك فيها شفتوا ما خليك فهم سوء تفاهم شفتوا انا ارحم الاخ عبد الله يرحمه من المنبر برحمه لي خلق 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 هم بعض الشيء بعد قاع الاتحاد ما مش تقل وتعرف مشاوهم براسهم انا ما فهم اي خلاف فهمت ان احنا حد الساعه مازلنا متواصلين بيناتنا يا غير مشاوهم جاوا مد اخرى جانا بالله المقيه جانا دو جانا بعض الاشخاص اللي اتصلوا بينا وانضمونا فهمت بدينا عملنا ما توقف بالعكس بدينا كاع كثروا انشطتنا وكثروا عملنا كاع من الاول كاع كان هذا ما عملنا غير من كان معنا ما فهم اي لا غير من دراي كان الاشخاص المؤسسين مازالوا مؤسسين مؤسسين اتحاد اربع الواقيش لا زيد فهمت وفيهم واحد هو اللي مشى مقاول ثلاثه اليوم فيهم الرئيس الحالي وفيهم ذاك الله يرحم وانا وطفل اخر قال عبد الرحمن وبس هاو هم المؤسسين الاتحاد شباب الاخرين جاونا عيطنا لهم وطبعا لهم عندهم مجهود كبير لانهم كان المكتب التنفيذي سيدي بويا وواحدين اخرين من الشباب كانوا مكتب تنفيذي وحاولوا تاسيس الاتحاد فهمت ومازالوا لحد الساعه فيه معنا مكتب الناس اللي اسستهم شنو لا شخص واحد مقاول والله ارتحم الاخ الاخر
وبقيت انا الرئيس الحالي وهم شباب مولي، وانا اعتبر كاع المجهود كامل الحق انا مراحل الحق انا لا اظلمهم لان الاولى هما كاع ما نحقق على المرحله. طيب الشيخ شت ما عندك تشتغل والله ما زلت تقرا والله مكانك مارس حياتك الاخرى الطبيعيه دون الاتحاد؟ الحمد لله نشتغل اتحاد الفيس نشتغل. وذا ما هم اثر على جانبك؟ ما هم اثر بي انا يعني فهم قلت لك انا لحد الساعه ما عندي عمل كبار ما يقوم في الاتحاد يعني فهم شباب رئيس حالي عنده مهام ما دخل في شيء لا في روايه كيف روايه جابوها من مشكله ولا روايه عيطوا لي هذا الدور يعني كيف عندهم شغله معينه جابوا عراقيل ولا شيء عيطوا لي انا بما اني الحمد لله من الناس اللي اوائل في الاتحاد وعندي خبره ونقول لهم طريقه وفوق. من رايك انكم مركزين على حالات من نوع معين والله جميع الحالات الانسانيه؟ جميع حالات انسانيه ما عن اي نوع اي صنف. عندك عدد تقريبي للحالات اللي قد تعاملت معها؟ ياسر ما قدنا نعتبر لك كثير من بعض حالات حالات انسانيه وفهم بعض الحالات كيف ها الناس اللي معوقين عندنا بهم وكاع عندنا علاقه وطيده بجمعيه هون قال جمعيه تكتل النساء معقات ودائما عدوا معاهم بعض الاعمال فهمت بعض الاعمال عندهم هما نجوهم نتكلموا من تركها يعوجوكم شيء من الحالات عن طريق الفيسبوك ولا لا عن طريق البرامج؟ كاع لان تشوف انا تمشي نتصفح الفيسبوك نشوف حاله معينه مشهوره نحاول ننادي النشر نتواصل انا معاه لكن نعرف الحاله شنو هي ونحن نجوها خلصوا الطريقة اللي نقدم تواصلوا مع المولي هذا. طيب شنو تعاطي معاكم الناس؟ الناس كانوا بداية يتطور والله بداية نشر الاتحاد قلت لك عن التعاطي مع الناس عادي قال الحمد لله عندنا جمهور وعندنا صيت وعندنا معروفين اعلاميا قد نقول لك عنا الحمد لله. وعندكم انشطه اخرى تمارسوها؟ اي عندهم انشطه شنبتهم تكلمنا عنهم عندنا كيف ما قلت لك انشطه ثقافيه دائما عدلوها فهمت مثلا عندنا شوف عندنا علاقه وطيده مع بعض النوادي النوادي الثقافيه فهمت عندنا بعض علاقه مع بعض تنظموا انشطه ثقافيه كيف نعطيك سبيل مثال الثاني خريطه الحركه اخبار الوحده الوطنيه وذاك الشيء فهم بعض النوادي فهم بعض النوادي عندهم علاقه وطيده اقتنحنا ذوك الايام عند الاسبوع حول اناسي حول الوحده الوطنيه وعدناهم بعض المقاطعات كيف دار النعيم عرفات بيكا سيزيام هذه فهمت اماسي تحسيسيه حول لا حول الوحده الوطنيه لا حول الوطن تكلم عن الوحده الوطنيه ندعو لها بعض الشخصيات فهمت عيطوا لها تكلموا عنها كتبوا عنها شنو كانت ردود الفعل عليها مستوى التفاعل معها؟ التفاعل معها نقول لك انا الحمد لله قاعد كسبت اتحاد جمهور اكبر حتى عندهم واحدين كيف كبار طبعا لقب تقول لي سيفي الوحده الوطنيه فهمت وجاد كاع جمهور الاتحاد لانه الناس فهمت طريقه شغلت نحن عن بعض ما انا من الناس شفت خاص خالد واحد نقول لك فيه تخدمني بعض السؤال شفت بعض الجمعيات ولا بعض الاتحادات دائما نقول عنهم عنهم شنو بشمارك وعنهم واحدين في الفيافي وعنهم واحدين في جمع الفضاء باش نحن بارك ما يجي حد يقول عن جمع الفضاء لان نحن مجهود نحن خاص وحده ثانيا حاولنا احنا من خلال مجهود الشباب وخلال عملنا احنا تطوعي ان نثبت وجودنا للساحه فهمتوا ان نخدموا هذا الناس اللي مهمشه وعندنا فهمي بتعيد الانشطاء فهمت عندنا قد نشاط نتكلم وقت عنه قريب اللي عدوه لمحمد الدوم فهمت الحرامين ان شاء الله وهم التكريمات اللي عندهم بعض الشخصيات فيهم هو بعض معناها كنتم اتحاد فيسبوكيين نصرة المظلوم يا غير مولي الامور الثقافية الاخرى عندنا جانب ثقافي عندكم جانب ثقافي عندكم رسالة محددة تختاروا توجهوها والله كانكم مفتوحين على ذا كامل نحن كان كل شيء قبل السياسة خط احمر عندنا السياسة ما ندخلوا فيها ما نخوضوا فيها من قد خلال فيسبوك هو اللي خلقنا نحن علاقات خاصة كيف مع المسرحيين كيف مع السينمائيين شنو هو الهدف من ذوك العلاقه؟ الهدف منا عن بعد كاع هم دائما عندهم انشطه من حول مسائل حول الثقافه وذوك الانشطه احنا نساهموا فيها من قد فرق احنا الثقافي فهمت كيما رجعنا فيلم قصير عيطوا لنا داروا لنا في مسجد الاعلام مشتقنا معهم مارك حمد ويدوم مولي نفس الشيء عيطوا لنا مهرجان المسرح مدرسي عيطوا لنا مولي وداروا لنا فيش الاعلام مع ان احنا دورنا اعلامي بحت قد يقولوا عنه ونفس الوقت هم يدورنا ثقافي. طيب لماذا اخترتم بالتحديد للتسميه لنصرة المظلوم؟ قلت لك عن التسميه جايبه هو لان احنا الناس اللي نتكلموا عن شو المعوقين مظلومين عندنا احنا قال مظلوم هون شكل الناس عندنا مظلومنا شنو احنا مظلومين نقول احنا كيف حد معوق كيف حد عنده حاله انسانيه
فهمت؟ كي حد ما يجد وسط صوته، كي عنده مشكلة، فهمت؟ احنا نجوك مدة بار اكزامبل عمدة عند مشاكل في التراب على الشيء كيفتو، احنا بارك المدة نسولو عنها، احنا ما نجوك نتكلموا عنك هكذا، لا احنا نسولو عنها، فهمت؟ نحاول احنا الجهات المعنية نتواصلوا معها، فهمت؟ المدة المدة ما هي واضحة حتى والله، المدة غامضة ما ندخلوا كاع فيها، حد المدة ما فهمت احنا درسناها وعرفناها ما ندخلوا فيها، فهمت؟ لان احنا مولي عندنا فهم اشياء متحفظه احنا عليها ما نخوضوا فيها. طيب الشيخ لعات عندك كلمه اخيره تختار توجهها للمشاهدين ولا الكلمه الاخيره؟ انا برك نشكركم انتم، نختار اولا بعد كاع عن وجههم في التعاون مع هؤلاء الناس اللي يخدموا هذا المجتمع خصوصا هؤلاء الضعفاء، ونختار الناس كامله الحد كامل بعض يختار ينتسب لاتحاد فيسبوكيين ولا اختار دي ارافي اتحاد فيسبوكيين شنو اذا يكتب يخش يوتيوب يكتب اتحاد فيسبوكيين دورجية مشى امورنا كامله معلومات كامله. احنا بدورنا شاكرينك طبعا. اذا شكرا لك، شرفتنا وان شاء الله توفقوا في مسعاكم وتجبروا ياسر من الدعم يمكنكم من على انكم تساعدوا القديت وكامل تساعدوا من 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 ذوي الاحتياجات سواء الخاصه وسواء العامه. وشكرا لك صرفنا، شكرا جزيلا لك على قبول دعوتك. شكرا منى على تقديمك ما شاء الله رائع. شكرا لك على تصويرك زين، ومصطفى مولي رانا ساكنينك على الاخراج، والشيخ دياري ومالكسي، ولكم تحياتي والى ان نلتقي في حلقه اخرى. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله. أنا هذا النصوص.